الله وبركاته الدفعه الثانيه ثانوي سنه, سنة 2023 يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه وفي احسن حال وتكون الامور معاكم ماشيه تمام والدنيا معاكم ماشيه مظبوط وبتستعدوا بقى لامتحان الشهر على خير وزي ما قلت حضراتكم امتحان الشهر هيبقى خلال الاسبوعين الجايين دول وان شاء الله باذن الله تستعدوا على خير وتجيبوا احسن درجه ممكنه النهاردة هنتكلم مع بعض في الواجب الرابع وهو يكاد يكون الواجب الأخير في تشابتر 1 ولكن أهم حاجة عايزك تتابع الفيديو للآخر خالص هنجاوب الأسئلة كلها إن شاء الله بإذن الله بس في بعض الحاجات اللي مش هنجاوبها اللي هي كانت ليها علاقة بالspecial كيسز اللي أنا لسه هشرحها مع حضراتكم الأسبوع ده وفي معلومة في آخر الفيديو خالص عايزك تتفرج عليها كويس جدا لأنها معلومة مهمة جدا جدا وحاجة تريكي بيسألوا عليها كتير مش هطول عليكم كتير يلا بينا نبدأ مع بعض فيديو الحل بتاع الواجب الرابع تشابتر 1 يلا بينا يلا بينا نبدا مع بعض حل الواجب الرابع ويعتبر الواجب الاخير في تشابتر 1 ولكن زي ما قلت لك كان في بعض السبيشال كيسز وبعض الحاجات اللي مجالهم من الحصه اللي فاتت فدول بس الحاجات اللي مش هنحلهم دلوقتي انما هنحل بقيه الحاجات اللي احنا خدناها عادي جدا تعال نشوف الاسئله مع بعض اول سؤال في assignment 4 بيقول لحضرتك the maximum number of electrons that saturate the principal energy level n is given for the rule a طبعا عشان نحسب اقصى عدد الالكترونز دي حاجه عارفينها من قبل كده وهي عن طريق قانون 2n سكوير وده كان بيجيب كل الالكترونز اللي موجوده في اي ليفل تبقى بكام 2 the number of electrons saturate the energy level m and n are respectively a طبعا لو تفتكر ادي الليفل الاول وده الثاني وده الثالث مثلا فكنا نسميهم ايه k l m n صح كده فيقول في لك بقى الليفل ام والليفل ان بيشيل حد ده ديت والله ام ده بيشيل لحد 18 الكترون وان ده بيشيل لحد 32 الكترون يبقى 18 و 32 هي الاجابه الصحيحه اللي هي الاجابه اي 3 اس بي دي اف ار سيمبلز اوف اي دول سيمبلز بتاعت سب ليفلز هي السب ليفلز اللي اسمها اس و بي و دي و اف 4 ذا ماكسيمم نمبر اوف انرجي ليفل ان ذا هيفيست اتم moon ات ذا جراوند state اقصى عدد للانرجي ليفلز اللي موجوده في اتقل اتوم ربنا خلقها في الجراوند ستيت في طبيعي هما سبعه انرجي ليفلز اللي احنا اتفقنا ان اي اتوم جواها ماكسيمم سبعه انرجي ليفلز بالمنظر ده مترقمين من واحد لحد سبعه وواخدين ارقام من الكي لحد الكيو دي بالنسبه للاترز اللي بتاعت الليفل ودي بالنسبه للارقام بتاعة الليفل نيجي بعد كده لسؤال رقم خمسة بيقول the energy sub levels that form the energy level whose n equal 3 في الليفل الثالث في عماير ايه فلو تفتكر ال sub levels اللي كانت في الليفل الثالث كان عندنا s و p و d فعش كان اختار s و p و d هي الاجابة الصحيحة اللي موجودة في الليفل الثالث ستة the f sub level is saturated by كام الكترون ال f sub level عمارة ال f كام مليون 14 الكترون لو تفتكر هي كان فيها سبع ادوار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة كل دور بيتملي باتنين فهي كلها على بعضها بتشيل لحد حوالي اربعتاشر الكترون فأي اي اف سب ليفل بتشيل اربعتاشر الكترون سبعة بيقولوا حضرتك the correct arrangement for the energy sub levels according to their energy الترتيب الصحيح لل sub levels طبقا للطاقة بتاعتهم وطبعا هما اترتبوا اصلا طبقا لكلام اوف باو هو اللي رتبهم in and ascending order يعني من الصغير للكبير طبعا المفروض في ترتيب واحد من الاربع ترتيبات دول هو اللي هيبقى صح وعلى فكره الاختيار الصح بالنسبه لك هيبقى الاختيار دي طب ليه دي تعال نحسب مع بعض بالراحه والله دلوقتي انا عايز احسب العماره دي اللي هي عماره ال 2p اي انرجي بحسبها عن طريق n بلس l سمول صح فلو جيت تحسب 2p يعني ال n ب 2 وال p ب 1 اجمعهم على بعض يبقى العماره دي بتساوي انرجي ب 3 عندك بقى ال 4s ال n ب 4 بلس الال بصفر فيبقى التوتال بتاعهم اربعة، بعدين عمرت 3D الال بثلاثة وبعدين الدي باتنين فيبقى التوتال بتاعهم بكام؟ بخمسة، يبقى كده فعلا ده الترتيب المنطقي من الوحيد إن ده ثلاثة أربعة خمسة يبقى ترتيبهم يعني أسندينج أوردر، لو بصيت بقى على أي ترتيب تاني مش هينفع ليه؟ تعالى مثلا على ده اللي هو ال3P، ال3P ده يعني الإيج بتاعته بتلاتة زائد واحد يعني أربعة. ال 4 دي ال 4 دي 4 زائد آآ زائد ال دي ب 2 فيبقى 6 ال 4 اس ال 4 اس يبقى ده ب 4 يبقى هل ده ترتيب منطقي؟ لا طبعا هو مستحيل اللي يقول الانج ده ب 4 وبعدين ب 6 وبعدين ب 4 تاني لا المفروض الانج بقى تزيد فبالتالي ده مش هينفع وده مش هينفع وده مش هينفع الاجابه الصح الوحيده تبقى الاجابه دي 8 بيقول لحضرتك the a sub level is not present in any atom طبعا السب sub level 1p مش موجود في اي اتوم ولا ال2 دي موجود في اي اتم ولا ال3 اف موجود في اي اتم هم باين كلهم موجودين تسعه الانرجي سب ليفل ان ايتش انرجي ليفل السب ليفل اللي موجوده في كل ليفل مالهم اولا هم السب ليفلز دايما بيكونوا قريبين من بعض في الانرجي لو حسبت لهم الانرجي كلهم قريبين من بعض 4 5 2 3 5 6 1 كده يعني بالنسبه بقى للاشكال بتاعتهم هم مختلفين في الاشكال لان الاس سب ليفل شكلها سفير والبي سب ليفل شكلها دمبل فلازم نختارهم كلوز انرجي بس ديفرنت ان شيبس اللي هي الاجابه دي 10 الاوربيتالز بتاعت نفس السب ليفل وضعها ايه؟ طبعا لو انا بتكلم مثلا على سب ليفل بي ادي التلاته اوربيتال بتاعته فالتلاته اوربيتالز هم بيعتبروا نفس الانرجي اللي هما في نفس العماره بيشيلوا نفس الكميه ونفس الاشكال لان كلهم بيبقوا دمبل فعشان كده تختار ان هم ديفرنت انرجي لا ديفرنت ان شيب لا ايكوال ان انرجي اه وايكوال ان شيب كمان فبالتالي في سؤال 10 هختار ان هم ايكوال ان انرجي سؤال 11 بيروح يقول لك the energy sub level that consists of three orbitals اللي موجود فيه ثلاث مربعات هو مين؟ طبعا ال p sub level 12 the number of orbitals in the principal energy level n طبعا عدد ال orbitals الماكسيم كان بيتحسب عن طريق قانون n سكوير وده كان بيجيب عدد ال orbitals عدد الادوار 13 the number of orbitals of d sub level عدد ال orbitals في ال d sub level هم خمسه orbitals بعدين بيطلب من حضرتك بقى في سؤال رقم 14 the electronic configuration of, of, an element its atomic number 3 عندك لك اتوميك نمبر 30 حضرتك عايز توزعهم فهتكتب بقى اس اس بس بس, بس لبس دبس دبس رب سلب وانت عارف طبعا التوزيع كلها تمشي ازاي بقى هتوزع للنهايه فتلاقي الاجابه الصح بالنسبه لك هي الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه ده الاتوميك نمبر 30 15 ان اليمنت الاتوميك نمبر بتاعه 26 ديستريبيوتد ان هاو ميني اوربيتال متوزع في كام مربع لو خدت بالك حلينا السؤال ده مع بعض قبل كده ولكن هنحله تاني ال هو كان اتوميك نمبر 26 تعالى يا عم نقول ان احنا مش عارفين انها f يا عم سميها x اي حاجه مش فارقه هنوزعها 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 واخيرا هتلاقي 3d فيها 6 طيب نحسب بقى المربعات ال s عنده مربع ال s عنده مربع ال p عنده 3 مربعات الإس مربع البي عنده تلات مربعات الإس مربع الدي عنده خمس مربعات فحضرتك مشكورة لو حسبت عدد المربعات كالآتي أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر مربع متوزع عليهم الالكترونز فعشان كده هنختار إن في خمستاشر مربع متوزع عليهم إيه الالكترونز. نيجي بعد كده سؤال 16 بيقول لك أكوردنج to هوند طبقا لكلام هوند الإلكترونيك كونفجريشن أوف نيتروجين إن 7 بتساوي كام؟ طبعا طبقا لكلام هوند دي موجودة أصلا في الملزمة هوندا بيقسم الـ PX لـ لP, لP, PX وPY وPZ فاللي هتلاقيها متقسمة وصحيحة فعلا هي الإجابة دي ليه؟ لأن أنت هيبقى عندك ال 1 S2 عادي وال 2 S2 عادي، ال 2 P بقى هي اللي هيقسمها ل 2 PX و2 PY و2 PZ وطبعا كل واحد فيهم كان فيه إلكترون واحد فدي فعلا الإجابة الصحيحة. 17 بيقول لك الكترونيك كونفجريشن فور اكسجين ان جراوند ستيت اكوردنج تو هوندز رول فعلا طبقا لكلام هوند وزعنا الاكسجين طبقا لكلام هوند وبالتالي التوزيع الصحيح كانت التوزيع سي في السؤال رقم 17 ليه بقى سي اقول لك كده سريعا لان انت عارف كده كده ان الاكسجين اتوميك نمبر 8 فهي 1s2 2s2 البي بقى لما قسمناها طلعت 2px و2py و2pz و2px كان فيه 2 و2py فيها 1 و2pz فيها 1 فدي التوزيع الصحيح 13 atomic number of element in which electronic configuration end by 3d2 طيب بيقول لك الالكترونيك اللي بتنتهي بال3d2 بتنتهي بال3d2 يعني اللي قبلها كله مليان يعني ال1s2 تمام وال2s2 وال2p6 وال3s2 وال3 وال3p6 وبعدين عندك ال4s2 وال3d فيها 2 فحضرتك لو انتهيت بال3 دي فيها 2 ده معناه ان كل دول ممليين صح تعالى بقى نعد مع بعض ال2 و2 4 و6 10 2 12 6 18 و2 22 22 و2 كمان يبقوا 22 يبقى انت كده عندك 22 الكترون طالما الاتوم بتاعتك انتهت باتومك نمبر بتاعه بتصاب ليفل 3 دي في 2 19 ذا ماجنتيك كوانتم نمبر انديكيت ذا ايه طبعا الماجنتيك كوانتم نمبر ده اللي هو الام ال ده بيحدد عدد الادوار والاشكال بتاعتها

هوند هو اللي قال احنا نعمل شيرنج احسن ما نروح نفتح عماره جديده لان تفتح عماره جديده دي هتبقى غاليه بتكلفه انرجي عاليه لا ممكن تعمل شيرنج في الادوار وبالتالي بعد ما تروح تفتح عماره جديده تعمل شيرنج وبالتالي توفر في الطاقه شويه بعد كده سؤال 21 بيقول لك which configuration represent the nitrogen according to باو مين في دول توزع نايتش طبقا لكلام او باو توزيع النيتروجين طبقا لكلام اوف باو لازم تمشي بالتوزيع العاديه اللي هي اس اس بيس فلو وزعتها هتلاقي التوزيع الصحيحه ليها هي الاجابه بي الاجابه الصح اللي هي 1s2 2s2 و 2p3 ودي التوزيع الصحيحه للنيتروجين اللي هو اصلا n7 وتوزيعته زي ما قلت لحضرتك هتبقى 1s2 2s2 واخيرا 2p3 وده لو الكلام او فوق لو كان بكلام هون ده بقى كنا مسكنا ال p قسمناها زي ما احنا عايزين نيجي بعد كده للسؤال رقم 22 بيقول لحضرتك energy sub level may be arranged according to increasing in energy in ascending order اللي هو طبقا للكلام او فو ترتيب ال sub levels اني sub levels ترتيبها الصح ساعتك هتحسب كلهم وشوف مين اللي ترتيبه الصح لحد ما هتتوصل للسؤال 22 الترتيب الصح هو الترتيب دي وتعالى نحسب كده مع بعض لو الان ب 3 في ال 3s لو الان ب 3, ال -3 والاس ب 1 يعني ده كل ده عضو بعضه 3 وال 3p الان ب 3, ال -3 والp ب 1 فهيبقى الترتيب ب 4 هنا بقى ال 4s عند حضرتك ال 4 ال n ب 4 وال s ب 0 يبقى برضه ب 4 وهنا ال 3d ال n ب 3 وال d ب 2 فبالتالي يبقى الترتيب 5 واحد يقول لي يا مستر ايوه بس هنا ال energy دي قد ال energy دي هقول لك ايوه لا بيجي لنا 2 sub levels ال بتاعتهم متساويه بنرتبهم من الاقرب للنيوكليس يعني مين الاقرب ال 3p ولا ال 4s ال 3p دي في الليفل الثالث ال 4s دي في الليفل الرابع فلو انا بعمل كده يبقى هتلاقي ان ال 3p جايه من هنا وال 4s ايه جايه من هنا فعشان كده هتلاقينا بنكتب الاول ال 3p وبعدين ال 4s لان دي في الليفل الثالث وبعدين في الليفل الايه الرابع انت في الاوبت من الليفل الاول وبعدين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لحد الاخر في السب ليفلز نفس الكلام فعشان كده لو جم اثنين متساويين نحط اللي في ال 3p الاول وبعدين ال 4s عشان اللي في الليفل الثالث قبل اللي في الليفل الرابع 23 يقول لك which of the following represent an electronic configuration is of excited atom قلت لحضراتكم في حاجات هنحلها ان شاء الله المره الجايه لما ناخد الحصه بقيت lesson 4 الاسبوع ده فبالتالي الاكسيتد اتوم مش هجاوبها في الفيديو ده نيجي بعد كده لسؤال 24 which atom in its ground state could have an electron with the quantum numbers بحياتك انهي اتوم في دول في الجراوند state بتاعتها في حالتها الطبيعيه يبقى عندها electron عنده الاربعه quantum نمبرز اللي هم بالمنظر ده فطبعا المفروض حضرتك هتجرب هتجرب كل واحده في دول ولما تجرب كل واحده في دول شوف مين فيهم اللي يعني عندها الالكترون ده اولا لو ال ان بتلاتة يبقى هي في الشارع الثالث لو ال ان باتنين يبقى يعني في عماره الدي وبالام ال بزيرو والام اس بوزيتيف هاف فده معناه ان الالكترون موجود في الدور الزيرو وبوزيتيف هاف يعني بيبص لفوق فاكيد اللي قبله كله مليانين يعني 3 دي 3 فعايزين نشوف مين اللي عنده هذا الالكترون موجود ولو سعادتك وزعت الالكترونيك كونفجريشن هتلاقي ان الصوديوم للاسف ما عندهاش الكترونز في 3 d 3 ولا الفوسفورس ولا المغنيزيوم الوحيده اللي هيبقى عندها الكترون في 3 d 3 هي الفاناديوم ولو حضرتك وزعتها هتبقى 1s2 2s2 2p6 وبعدين 3s2 3p6 وبعدين 4s2 و 3d3 هتلاقي ان عندها 3d3 يبقى فعلا عندها الكترون في هذا المكان وبناء عليه نختار الفاناديوم هي الاجابه الصحيحه اللي عندها الكترون في 3d3 25 بيقول حضرتك which of the following represents the possible quantum number for the last electron in nickel atom nickel هي ni20 لو حضرتك وزعت النيكل هتلاقي النيكل بتنتهي في النهايه خالص ب 3d8 دي النهايه بتاعتها فاخر الكترون بقى دخل فين تعالى نشوف ادي النيكل اهو عندهم 8 الكترونز ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 اخر الكترون اهو فبالتالي هتلاقي الـ N بتلاتة عشان هي 3D الL L هتلاقيها ب2 عشان هي عمارة الD D الـ ML هتلاقيها بصفر عشان هو في الدور الزيرو الMS هتلاقيها بنيجاتيف هاف عشان هو بيبص لتحت فاختار بقى تجميع الأرقام دي اللي هي 3L2 ML0 MS بنيجاتيف هاف آسف فهتلاقي الإجابة الصح هي الإجابة B هي الإجابة الصحيحة 26 قول لحضرتك which of the following sets of quantum number is not possible يعني ايه yeah, not possible يعني مين مش مجموعة الأرقام دي مش منطقية لو ال n 2 ينفع ال l تبقى في 0 اه في الشارع التاني في عمارة ال s وينفع بقى ال m تبقى بوست 1 لا مستحيل لأن عمارة ال s أصلا هي عندها دور واحد هو الدور الزيرو فيستحيل ال m تبقى بوست 1 فعشان كده نختار الإجابة ايه هي اللي مستحيل تحصل بالمنظر ده سؤال 27 بيقول لك which of the following represents the electronic configuration of magnesium 3 ions حتة ال دي يا جماعة هقولها لسه الاسبوع ده فبالتالي هنجاوبها ان شاء الله في فيديو اللي بعد كده نيجي بعد كده لسؤال 28 مين من الحاجات الاتيه مستحيل تكون صح ومستحيل تحصل اصلا أو اولا لو ال n 3 ينفع ال l تبقى بواحد اه طب وينفع ال ام تبقى واحد اه في دور نيجاتيف واحد ال ينفع بزيرو اصلا مفيش حاجه اسمها m بزيرو فالرقم ده الوحيد مش منطقي مفيش حاجه اسمها m بزيرو في الدنيا 29 و30 الاثنين بيتكلم على الآينز فلو سمحت مش هحلهم المرة دي وهنزلهم لك في الفيديو اللي جاي نيجي بعد كده لسؤال 31 بيقول لحضرتك which of the following choice represents the quantum number for one of the electrons of partially occupied orbital in atom vanadium v23 partially occupied orbital يعني orbital مش مليان على آخره لو حضرتك وزعت ال v23 هتلاقيها 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 و3d3 فطبعا ده مليان على اخره وده مليان وده مليان وده مليان وده مليان وده مليان ده بقى مش مليان على اخره فلو جينا نحسب الارقام بتاعه الالكترونز اللي جوه كانت بالمنظر ده فبيقوله حضرتك بقى انا عايز الكترون من يكون كل الارقام الاتيه فابدايا يعني هو لازم نختار n ب3 ان ب 3 يعني الإجابة جابها يا ايه يا بي فالسي ودي ما ينفعوش لو في الشارع التالت ولازم نختار ال ب 2 لان هو في عماره الدي في عماره الدي ال ب 2 يعني لازم نختار الاجابه بي هي الاجابه الصحيحه نظرا لان ال ان ب 3 وال 2 والمنظر ده يبقى هو المنظر الصحيح نيجي بقى ل 32 برضه موضوع ليه علاقه بـ Excited ستيت معلش مش هنتكلم فيه دلوقتي هنتكلم في الفيديو اللي جاي سؤال 33 ده سؤال من بنك المعرفة لذيذ جدا بيقول لك ذا برينسيبال which اكسكلوود possibility of the presence of third electron in the orbital مين اللي قال ان اي اوربيتال من حقه أو يشيل اتنين الكترونز فقط لا غير ومفيش الكترون تالت والله الكلام ده بينطبق على كلام باولى لان باولى هو اللي قال باوليز اكسكلوجن قال مستحيل تلاقي تو الكترونز ديهم نفس الاربع ارقام فبالتالي يستحيل تلاقي الكترون تالت مثلا عامل كده ولا الكترون رابع مثلا عامل كده فبالتالي هما الاتنين دول بس اللي موجودين وصعب تلاقي حاجه اكتر من كده سؤال 34 برضو ليه علاقة بموضوع الآينز فمعلش هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك 35 in which of the following electronic configurations there are two unpaired electrons two unpaired يعني two single electrons اتنين single electrons طيب لو ساعتك رسمت ال1s2 هتلاقيها مليانة على آخرها اللي هي عاملة كده وال2s2 برضو عاملة كده فأكيد ده ما عندوش single طيب لو رسمت اللي تحت 1s2 ما عندهاش سنجل 2s2 ما عندهاش سنجل 2p4 بقى بص لو 1 2 3 4 ساعتها هيبقى ده سنجل وده سنجل يبقى اللي عنده 2 سنجل اكشن هي الاجابه سي فعلا هي دي الاجابه الصحيحه في سؤال رقم 35 نيجي بقى في سؤال رقم 36 بيقول حضرتك which of the following representation which of the following choice represent impossible combination of quantum number مين في الحاجات الثلاثيه الكوانتم نمبرز مستحيل تتجمع بالطريقه دي مع بعض تعالى نقرا كده لو إن N بتلاتة في الشارع التالت ال L باتنين عمارة D ال بوزيتيف ينفع ال M S نيجاتيف كل دي ينفع تكون موجودة لو ال N اللي ال ينفع تكون بواحد اه ينفع تكون بواحد وال M ال بنيجاتيف اه ينفع تكون نيجاتيف 1 عادي في دور نيجاتيف 1 وال MS بوزيتيف عادي طيب لو ال باربعة ال ينفع تلاتة, أو تبقى 3 اه F وينفع تبقى ال بوزيتيف اه طيب لو ال والال باتنين يعني الشارع الخامس آه الشارع الخامس وعماره الدي ينفع الام ال تبقى بوزيتيف 3 دي بقى اللي مستحيله ليه لان هو لو في ال5 دي والدي عندها المربعات فالمربعات رقم 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 فاقصى طموحاتها في حياتها ان هي توصل لنيجاتيف بوزيتيف 2 فبالتالي عمره ما هيكون في بوزيتيف 3 طول ما الال بتساوي 2 بعدين السؤال اللي بعديه معلش ترقيمه مش موجود بيقول لك ذا ديسكريبشن of the arrangement of electron in atom is called توزيع الالكترون atom بيسموه بيسموه electronic configuration او بيقولوا عليها electric configuration او electronic configuration ولكن توزيع الأتم بيتقال عليها electronic configuration اللي هي الاجابة دي هي الاجابة الصحيحة نيجي بعد كده للسؤال رقم سبعة وثلاثين بيقول حضرتك which of the following quantum numbers combination belong to an electron that is located in one of the 4p orbital عايزين الكترون موجود في 4p هو لو بس هو موجود في الـ 4P يعني أكيد الـ N بتاعته بـ 4 والـ L بتاعته بـ 1 ده مبدئيا إيه كده، فلازم أستبعد الإجابة سي وأستبعد الإجابة دي لأن الـ L هنا بيبقى 2 والـ L هنا 5 فالإجابة الصح يا A يا B، طيب مربعات الـ P أصلا عاملة كده هما تلات مربعات صفر بوستيف 1 نيجاتيف 1، فبيقولك بقى الـ ML في 0 أه تنفع، طب الـ ML بوستيف 3 أه دي بقى ما تنفعش فلازم أختار الإجابة A إيه هي الصح لأن ML بوستيف 3 دي حاجة أصلا مش منطقية، فعشان كده هخ نيجي بعد كده لسؤال 38 بيقول لحضرتك which quantum number represents the orbital being filled in the ground state from the element of scandium SC21 لحد الزنك 30 بيقول لك لو انت هتوزع الاليمنتس من اول السكانديوم S21 هتوزعهم طبيعي وتفضل توزع 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 لحد ما توزع الزنك ZN30 فحضرتك لو بصيت ووزعت السكانديوم ووزعت الزنك هتلاقي ده بيبتدي ب 3D1 وده بينتهي ب 3 دي 10 يعني ده معناه هنفضل نملأ الدي سب ليفل من حد 1 لحد 10 فاحنا عشان نملى مجموعه الاليمنتس دي هنملى فيها السب ليفل 3 دي من 1 لحد ايه؟ لحد 10 فده معناه ان ال n بتاعتنا هتبقى ب 3 وال بتاعتنا هتبقى ب 2 لان احنا هنملى السب ليفل مين؟ هنملى السب ليفل 3 دي فال n ب 3 وال l ب 2 39 زي الكرونيك configuration of molybdenum برضو ده كان من حاجات من السبيشال كيسز لسه هناخدها سيبك منه دلوقتي اه, نيجي بعد كده بقى بيقول لحضرتك سؤال 40 what are assumed quantum number for of the electron which is added to gallium atom ga31 when this electron is in its stable state بيقول لك لو احنا عندنا الجاليوم وهنحط فيه الكترون زياده هنحط فيه الكترون added electron للجاليوم لكن ده يبقى الكوانتم نمبرز بتاعته عامله ازاي تعال الاول نحسب بس الجاليوم ده بيتوزع ازاي هو 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 وبعدين هتلاقي 4p1 دي كده التوزيع فكده كده لو انا هحط الكترون زياده هيجي هنا يتحط في ال 4p1 اللي هو اخر عماره عندنا فادي عماره ال 4p1 توزيعتها عامله كده ادي إيه الالكترون اللي فيها صح في بقى الكترون جديد انا هحطه هيخليها 4p2 لان ده في الكترون زياده انا هدخله وهيقعد هنا فالالكترون ده بقى الكوانتم نمبر بتاعته كام والله ال n باربعة وال بواحد وال m l هتبقى بصفر طبعا وال m s بوزيتيف هاف فنختار ال n باربعة وال بواحد وال m l بصفر وال m s بوزيتيف هاف عشان كده اختار الاجابه ايه هي احسن اجابه لهذا السؤال اللي هو السؤال رقم 40 فبالتالي سعادتك هتختار في سؤال 40 الاجابه ايه طبقا للرسمه اللي هرسمها قدام حضرتك وكده تعرف تطلع الارقام للادد إلكترون نيجي بعد كده لسؤال 41 بيقول ان ويتش اوف ذا following elements ذا اوربيتال اوف 5d سب ليفل ار اوكيبايد وذ الكترونز مين في دول هنقول فيهم السب ليفل 5d فسعادتك هتجرب كل اللي قدامك دول لحد ما تلاقي واحد فيهم بيتملي فيه السب ليفل 5 دي فبالتالي اللي بيملى فيه السب ليفل 5 دي هتلاقيه هو الايريديم اللي هو الاي ار 77 جرب كده وزعه هتلاقي ده اللي بتوصل فيه انك تملى لحد ال 5 دي نيجي بعد كده بقى ل 42 بيقول لك one of the following diagram shows the correct distribution of electron of the last energy level of oxygen ركز بقى في اللي هقوله ده كويس قوي الاكسجين هي O8 توزيعتها 2 6 هو عايز بقى التوزيع بتاعت اخر انرجي ليفل يعني ايه ليفل الثاني طب هي اصلا توزيعتها بالسب ليفلز عامله ازاي 1s2 وده بتاع الليفل الاول ملناش دعوه بيه عندك بقى 2s2 و 2p2 دي كده توزيعه اس2 في 4 دي كده توزيعه السب ليفلز طيب ال 1s ده بتاع الشارع الاول ساك منه ال 2s بقى وال 2p دول بتوع الشارع الثاني فال 2s عباره عن مربع فيها اثنين الكترون كده وال2 بي هو مربع تاني جنبها في مقاس مربعات واحد اتنين تلاته اربعه يبقى S المنظر ده كده السب ليفل اس وده كده السب ليفل ايه هيبقى بالمنظر ده انهي شكل بقى اللي يتماشى مع اخر انرجي ليفل يعني اخر سب ليفلز عندنا بالمنظر ده هو اعتقد الشكل المناسب يبقى الشكل ايه هو الشكل الصحيح 43 ان اوف اتوميك نمبر 26 ان الكترون ديستريبيوت في كام حللنا قبل كده الاتوميك نمبر 26 يتوزع في 15 اوربيتال وده سؤال متكرر معلش سيبك منه نيجي بعد كده للسؤال 44 بيقول لحضرتك which of the following statement is true about the energy level in atoms؟ مين من الحاجات دي تعتبر صح عن الانرجي ليفل ده في سؤال 44 بيقول لك the energy of 1s orbital is equal to 2s مستحيل ال1s اصلا الانرجي بتاعها ب1 وال2s بتاعها ب2 طب الانرجي اوف ذا سب ليفل 2s از ليس ذان 2p اه ما هي ال2s ب2 وال2p ب3 ففعلا يبقى الانرجي بتاعت ال2s اقل فعلا من ال2p 45 the orbital of higher energy can be filled only after the orbital of lower energy occupied are completely filled up to The sustainment is إيه؟ بيقول لك الحاجات الغالية ممكن تتمري بعد الحاجات الرخيصة ما تخلص فده طبقًا لكلام مين؟ والله اللي قال هذا الكلام هو العالم العبقري اللي اسمه أوف باو. بالنسبة لسؤال ستة وأربعين، دي كانت إلكترونيك كونفيجريشن بس معلش هي فيها سبيشال كيس، هنشرحها مع بعض الحصة اللي جاية. بعد إذنك سيبك في السؤال ستة وأربعين. نيجي بعد كده لسؤال سبعة وأربعين، معلش ده في حتة الأينز مالكش دعوة بيها دلوقتي. تعال لسؤال ثمانية يقول لك the maximum value ال ML for an electron in the force energy level equal كام؟ بص هو في ال energy level الرابع انت عندك S و P و D و F يقول لك أقصى عدد للـ ML أو أقصى value للـ ML طبعا هو ال ML هو عدد الأدوار فأقصى عدد الأدوار هتلاقيه في الـ F فأنت فتحت الـ F sub level هتلاقيها عندها السبع أدوار كده وأقصى رقم بتوصل لحد positive 3 فعشان كده هختار positive 3 هو أقصى oxidation أقصى رقم للـ ML في الالكترون موجود في الفورس انرجي آه, ليفل نيجي بقى لسؤال 49 برضه ده بيتكلم على حته الاكسايتد اتوم مالكش دعوه بيه تفهموا الحصه دي لما نشرح سؤال 50 all the following values of subsidiary quantum number L small for the third energy level are possible except خلي بالك الليفل الثالث اهو عنده S و P و D بس وطبعا الاس كانت بتاخد فاليو زيرو والبي بتاخد فاليو 1 والدي بتاخد فاليو 2 بيقول لك كل الارقام الاتيه ممكنه انها تتحقق في الثالث انرجي ليفل l سمول ما عدا مين؟ طبعا ما عدا ال تاب 3 لان عمره هتلاقي عماره الاف موجوده في ال n ايكوال 3 نيجي بعد كده بقى 51 وات هابن تو سبيسز بتوين انرجي ليفل اون موفينج فروم ان ب 1 ل ان ب 7 بيحصل السبيسز ايه؟ السبيسز بتقل مع زياده ال ال-n كل ما بزيد ال n وكل ما ببعد عن النيوكليس السبيسز كانت بتقل لو لو دي النيوكليس انرجي ليفل اهو هنا واسع هنا أضيق 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 لحد ما فوق أضيق حاجة 52 two electrons which have the same L و same M L should be located in the same A والله هو لو عندهم نفس ال L ونفس ال يعني نفس ال L هما في نفس العمارة والام أل يبقى هم مشتركين في نفس الدور بالظبط فعشان كده لازم اختار ان هما اكيد في نفس ال Orbital لان مثلا لو عندي عمارة عمارة ال P فالالكترون ده عنده ال L small بواحد والالكترون ده عنده ال L small بواحد فمعنى ان هما الاثنين عندهم نفس الإل فبالتالي يبقى هما قاعدين في نفس العماره انها بقى لو مثلا الالكترون ده كمان بقى اللي هو الالكترون دول الاثنين دول فده يبقى عندهم نفس الإل ونفس الام ال يعني هما في نفس العماره وفي نفس الوقت في نفس الدور فعشان كده لازم اختار الاوقع ان هما في نفس الدور 53 what are the assumed number for the electrons added to the gallium atoms؟ السؤال ده متكرر حلناه قبل كده واخترنا ان الالكترون في الجاليوم كان هو الاجابه ايه؟ Uh, 54 in which of the following elements the orbital of 5d sublevel are occupied حلينا برضه سؤال شبهة قبل كده ان ال 5d بنملى في الايريديوم هو اللي بنملى في 5d 55 بقى من احلى الاسئله بيقول لك which of the following violate violate يعني يعترض يعترض مع باولس برنسبل مين في دول يعترض مع باولس برنسبل باولي قال ما ينفعش الاقي 2 electrons دي بنفس الاربع ارقام فاللي يعترض مع كلام باولي هي الاجابه بي ليه؟ نظرا لان الالكترون ده عنده الام اس بوزيتيف هاف والالكترون ده برضه عنده الام اس بوزيتيف هاف وليهم نفس ال ان وال ال والام ال فبالتالي ليهم نفس الاربع ارقام فالكلام ده يتعارض مع باولي امر بين كلهم ارقامهم مختلفه ما فيش حاجتين ليهم نفس الاربع ارقام فبالتالي سعادتك هتلاقي ان الاجابه الصح في هذا السؤال هي الاجابه بي نتيجه الاثنين دول ليهم نفس الاربع ارقام نيجي بعد كده للسؤال رقم 56 برضه بيتكلم عن حته الاينز فمعلش هنسيبها للحصه اللي جايه نيجي <متعين> بعد كده لسؤال وخمسين the possible ml value for the electron found in second energy level ال second energy level عايزين يعني نعرف ال ml ممكن تبقى بكام ما هو معلش يعني في ال second energy level انت عندك s وعندك p ال دي هي مربع واحد بصفر وال p بقى هما الثلاث مربعات صفر positive one نيجاتيف negative one فبالتالي ال ml ممكن تبقى بزيرو negative one و positive one فعشان كده ممكن نختار الإجابة الصحيحة من هذه الاختيارات انها ممكن تبقى positive one عادي جدا 85 وخمسين ايه ايه بيقول لك the number of the half field orbitals يعني orbitals نصها مليان with electron in sulfur S16 تعال نحسب الاول السلفر بس هي 1s2 2s2 2p6 3s2 و 3p4 ده مليان على اخره وده مليان على اخره وده مليان على اخره وده مليان على اخره يقول لك ما انا عايز الاوربيتالز اللي نصها مليان يعني عدد الادوار اللي نصها مليان تعالى بقى تكلمني على P هي ثلاث مربعات الكترون 2 3 4 فالمربع ده مليان على اخره فكك منه المربع ده بقى نصه مليان والمربع ده نصه مليان معنى كلمه هاف فيلد اوربيتالز يعني جواها سنجل الكترونز فعشان كده هتلاقي هم ده سنجل وده سنجل ده هاف فيلد ده هاف فيلد فعشان كده نختار الاجابه 2 هي الاجابه الصحيحه في السؤال 58 وبالتالي تبقى الاجابه الصح الاجابه 2 59 اتومك نمبر of element in which electronic configuration بتنتهي بال 3d2 حلينا واحد شبهه قبل كده واللي كان بينتهي ب 3d2 كان ب 22 60 بيقول لك like the value of n لازم تبقى ايه describe the excited state of electron قلنا قبل كده ان الالكترون electron تقام ابور لو كان عنده ان سي مثلا الالكترون electron قاعد هنا ودي النيوكليس اهي فالان هنا ب 1 طيب عشان الالكترون electron ده بقى يبقى excited لازم الالكترون electron ينط والله ممكن ينط بقى ال ان ب 2 او n ب 3 او ب 4 وينط اي حته على حسب بقى هو هينط لانهي ان في الثلاثة دول او حتى ابعد منهم فاللي اقصده ان عشان نقول عليه اكسايتد ونط الليفل اعلى لازم يبقى ال ان ليس ذان 1 ولا 1 ولا مور ذان 1 لا لازم ال تقعد مور ذان 1 عشان ينط يقعد في ليفل اعلى في سؤال 60 بعد كده 61 بيقول لك ذا كوانتم نمبرز ذا ديسايد ذا سايز اوف اتوم اللي بيحدد حجم الاتوم هو البرنسبل كوانتم نمبر على فكره نظرا ان البرنسبل كوانتم نمبر بيحددك الالكترون قاعد في انهي انرجي ليفل فبالتالي لو الالكترون قاعد هنا غير لو قاعد هنا غير لو قاعد هنا غير لو قاعد هنا كل ما حجم الاتوم بيزيد اكيد لما الانرجي ليفلز هتزيد ففي سؤال 61 الاجابه الصح تبقى الاجابه سي 62 the total number of electrons in the shell having n equal 6 آه يعني ال n equal 6 دي اللي هي الشارع السادس فالتوتال نمبر اوف الكترونز طبعا انت متعود بتحسبه عن طريق قانون 2n square بس القانون ده بيطبقش بعد الليفل الرابع فبالتالي مش هنختار هذا القانون في الليفل الرابع مش طبق لان في سته في هذا القانون اصلا فانت عارف بقى ان الليفل الرابع والخامس والسادس والسابع كلهم فيهم 32 الكترون فقط لا غير وصعب تلاقي اكتر من كده فعشان كده في السؤال رقم 62 هتلاقي الاجابه الصح هي الاجابه بي نيجي بعد كده سؤال 63 for a hydrogen atom if n 1 then the energy state of the electron is found known as a طبعا لو في الهيدروجين اتوم لو ال n ب1 يعني هي قاعده في الليفل الاول يعني هي كده في الجراوند ستيت العادي جدا بالنسبه لها اما لو ال n بقى ب2 او ب3 او ب4 او ب5 او 6 او ب7 يبقى هي كده في الاكسايتد ستيت لانها في اعلى من الحاله الطبيعيه ليها وبكده يبقى سعادتك فهمت ايه الفرق بين الجراوند ستيت والاكسايتد ستيت الجراوند ستيت يعني هي في حالتها الطبيعيه في الانرج level بتاعها الطبيعي الاكسايتد ستيت في ليفل انرجي اعلى وبالتالي في حالتها مش طبيعيه لانها واخده انرجي سؤال 64 بيقول لك when a hydrogen atom is in the lowest energy state its electron remain in a طبعا الهيدروجين هي اتمك نمبر 1 وتوزيعتهم 1s1 فعشان كده الالكترون بيقعد في 1s فبالتالي انا اختار 1s1 هي الاجابه الصحيحه وهي الاجابه A وده بالنسبه لسؤال رقم 64 نيجي بعد كده للسؤال رقم 65 which of the following statement is true about energy level ان أتم والسؤال ده حلناه زي بالظبط قبل كده والاجابه بتاعته كانت الاجابه بي معلش السؤال متكرر في الواجب نيجي بعد كده لسؤال 66 بيقول لك فور ذا ان ايكوال فور ذا فور كوانتم نمبر ال كان هاف ذا فاليوز ايه؟ والله لو ال ان باربعه يعني هو في الليفل الرابع تعالى على ال بقى ممكن يبقى اس او بي او دي او اف وطبعا اس بياخد صفر بي بياخد 1 ودي بياخد 2 والاف بياخد 3 فممكن يبقى ياخد فاليو 0 او 3 او 1 او 2 فالاجابات نختار 3 صح او 0 صح فا A وB are correct هي الاجابه الصحيحه. 67 uh, the orbitals of a higher energy can be filled only after the orbit of lower energy طبعا بنعمل الحاجات الرخيصه الاول قبل الحاجات الغاليه الكلام ده معروف بمين؟ معروف بكلام اوف فاو. 68 بيقول لك when electron jump from n 1 to n 5 then it will ايه هو هيجين كوانتم واحد فقط لا غير لان مش حاجه اسمها اربعه كوانتم وخمسه كوانتم نط من ليفل واحد لليفل خمسه هو بيجين كوانتم واحد فقط تسعه وستين بيقول لك what is the number of sub level and orbitals in energy level m طبعا energy level m ده هو KLM l التالت يعني عندك s p d فانا عندي تلاته sub levels فمبدئيا هستبعد الاجابه a والاجابه b لان هو ثلاثة sub level يا c يا d اللي صح اس عنده مربع فيه عنده تلات مربعات دي عنده خمس مربعات فلو عديت عدد المربعات هيساوي تسعة فعشان كده نختار الإجابة دي هي أصح إجابة لأن هنا في خمسة وتلاتة وواحد يبقى كده تسعة التوتال فالإجابة دي هي الإجابة الصحيحة. سؤال سبعين بيقول لو حضرتك the maximum number of in the energy level في السادس برضه هتساوي 32 لان قلنا الليفل الرابع والخامس والسادس ما كده كده واحد 71 Any is filled باي اي اوربت بيتملي باثنين الكترونز على طول اللي هو المربعات يعني 72 ذا نمبر اوف orbitals ان سكوير ان ذا fourth انرجي ليفل fourth انرجي ليفل يعني ال n بتساوي 4 فممكن اطبق عليها القانون ده فعدد الاوربيتالز كان بيساوي ان سكوير يعني 4 سكوير يعني يساوي 16 اوربيتال فنختار 16 هي الاجابه الصحيحه القانون ده بيطبق لحد الليفل الرابع فقط لا غير 73 the maximum value of ML in the force energy level جاولنا بقى السؤال ده زيه قبل كده بالظبط الماكسيم maximum value ممكن تبقى positive 3 ده أقصى value ممكن تحصل ML في الفورس force energy level زي ما قلنا قبل كده آخر سؤال بيقول لحضرتك 74 the value of subsidiary quantum number for F sub level is ال value of subsidiary quantum number هي L small لل F sub level بتساوي كام بتساوي 3 نيجي بعد كده لسؤال 75 في الصفحة دي بيقول لحضرتك the energy sub levels could have electrons with ML من negative 1 ل positive 1 لا بالراحة عليا اللي يبقى عنده من نيجاتيف 1 ل positive 1 ده ممكن يبقى دي وبي P و F التلاتة صح P ودي D و F التلاتة صح طبعا عندهم نيجاتيف 1 و positive 1 أكيد 76

هي CL17 توزيعتها 1S2 2S2 2P6 3S2 و 3P5 وطبعا لو حضرتك بصيت على المر... السبب الاول مليان على الاخر وده مليان على الاخر وده مليان على الاخر وده مليان على الاخر, الأخر مش هيبقى فيهم سنجل الاخير هو اللي مش على الاخر هو اللي هيبقى فيه سنجل لو فتحت ال P هتلاقي 1 2 3 4 5 الكترونز وبناء عليه يبقى عندك كام سنجل في النهايه هو سنجل واحد دول مش سنجل ودول مش سنجل فانا عندي one سنجل الكترون فقط لا غير 79 which atom could have the last electron اخر الكترون عنده الكوانتا نمبر الاتيه فطبعا عنده الان ب 3 والال ب 1 والام ال ب هاف والام اس بوزيتيف هاف تعال نتخيل الان ب يعني هو في الشارع الثالث ال ب يعني في الـ p، وادي يا سيدي عماره البي الام ال بنيجاتيف هاف طبعا نرقمهم 0 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 فالام ال لو بنيجاتيف 1 والالكترون هنا يعني هو بص لفوق فبالتالي هو في الكترون واحد بس في البي فده معناه انهي اتوم بقى في دول اللي هتنتهي بال 3p فيها 1 تعال نشوف كده مع بعض واحده واحده هنوزع الاتومز دي واحده واحده لحد ما نوصل مين فيهم اللي عندها ال 3p فيها 1 فحضرتك وزعت مثلا السوديوم هتنتهي هتلاقيها منتهيه بال 3s1 يعني دي ما تنفعش لو وزعت الفوسفورس بلح برضه لو وزعت الكلورين بقى هي دي الألو... الالومنيوم اسف هي دي اللي بقى لها العين الومنيوم 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 فاللي عنده فعلا 3p1 هو الالومنيوم فالاجابه الصح هتبقى الاجابه بتاعه الالومنيوم نيجي بعد كده للترو فورس بيقول لحضرتك ذا 6 انرجي ليفل energy level السادس بيتملي ب 72 لا هو بيتملي اصلا ب 32 السؤال الثاني The piece of level consists of three orbitals. آه طول عمر piece of level بيتملي 3 orbitals. True. ثلاثة. The atomic number Atomic number نمبر از نمبر اوف بروتونز ان ذا اوربيتال لا هو أو عدد الالكترونز في الاوربيتالز مش البروتونز في الاوربيتالز فاكيد الاجابه هتبقى فولس نيجي بعد كده للسؤال رقم 4 الالكترونيك كونفيجريشن اوف بورون از 1s2 2s2 والله لو حضرتك رحت اصلا على البورون هتلاقي ان البورون ده الرمز بتاعه بي واتوميك نمبر 5 فتوزعت 1s2 2s2 2p1 فالتوزيعة اللي مكتوبة دي هي توزيعة خاطئة. خمسة The 3D sub level is filled after 4D. تعال نشوف نحسب الانرجي. 3D N ب 3 و N ب 2 يعني ال-energy ب 5. 4D يعني N ب 4 و D ب 2 يعني ال-energy ب 6. طيب هو بيقول لك بقى ان 3D is filled after 4D مستحيل لازم الـ لازم الـ 3D يتملي قبل ال 4D لان 3D اقل في الانرجي من ال 4D فالاجابه ساعتها نختارها فولس مليون في المية. magnetic quantum number mention only the shape of orbital او بيقول الشيب وبيقول كمان الـ الـ العدد بتاع ال orbitals بقد ايه فولس سبعة subsidiary quantum number determines the order of energy level لا هو بيدرس energy sub level تمانية the two electrons in the same orbital move in one direction مستحيل ال two electrons بيمشي in opposite direction تسعة if two electrons are present in two p sub level then will pair in one orbital بيقول لك لو ال p سؤال حلو قوي فيه تو إلكترونز طبعا بيعمل عامل كده هل التو إلكترونز دول هيشعروا في أوربت الواحد؟ لا كل واحد يقعد في أوربت لوحده نتيجة إن هما اتنين الكترون كل واحد يقعد في دور لوحده بعد كده نيجي لسؤال عشرة يقولك the 4f is filled with electron before الـ5s نحسب نحسب ال 4 f وال 5 s والله ال 4 الإنرجي بتاعتها لو حصلتها هتلاقيها 7 وال والـ5s لو الإنرجي بتاعتها هتلاقيها 5 طب التالي بيقول لك ال 4 اتملي قبل 5s طبعا مستحيل يبقى الكلام ده صح فالاجابه فولس مليون في الميه واللي قبليها برده كانت فولس طيب نيجي بعد كده للسؤال 11 بيقول لك 3d اوربيتال جيت فيلد باي 4s احسب بقى احسب الـ 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 الانرجي بتاع ده والانرجي بتاع ده هتلاقي ال4s انرجي بتاعته 4 و3d انرجي بتاعته 5 فهل ال3d هيتملي قبل ال4s لا طبعا لازم ال4s قبل ال3d 12 electron prefer to occupy empty orbital before pairing in same orbital اه هو بيفضل هو يملأ orbital فاضي على ان هو يعمل pairing فالإجابة true مليون في المية 13 it's possible for two electrons in same atom to have the same four quantum number حاجة ممكن يحصل اه مستحيل انها تحصل ان هم عندهم نفس الأربع أرقام ممكن عندهم نفس التلات أرقام بس مستحيل يبقى عندهم نفس الأربع أرقام هنا بقى بيقول لك ال 4s orbital get filled up before 3d هي ال 4s بتتملي قبل 3d تعالى نشوف كده ال 4s الانش 3 ب 4 و3 دي الانش 3 ب 5 اه فاكيد الفور اس اتملي قبل 3 دي تعرف بقى ان ده خلى فيه يعني تركيه كده حلوه قوي تحصل وعايزك كده تركز معايا فيها لك في اخر الفيديو نوت كده صغيره يمكن تكون يعني حاجه ادفانس شويه بس عايزك تبقى عارفها لك في اخر الفيديو فركز معايا بموضوع ان الفور اس اتملي قبل 3 دي ده ركز فيه في اخر الفيديو ان شاء الله ولو بعد كده عندنا الساينتفك تيرم اسئله كلها مباشره وسهله وما فيهاش مشكله وبعدين عندنا التوصيل تقدر توصل عادي الساينتفك اكسبلانيشن وهي انك تكتب الريزن بتاع كل حاجه من دول السبين بيرد State اوف الكترون طبعا لان الالكترونز لازم يلفوا عكس بعض واحد كلوك وايز واحد انتي كلوك وايز عشان يهدوا Repulsion قول ده بقى باي طريقه تعجبك هتلاقيها صح ان شاء الله طبعا بقيت بقى الحاجات كلها اه من ده من الاسئله بس الناس كتير سالتني عليها بيقول لك ان البي في نود في البي سب ليفل اه ما هو البي عباره عن دامبل يعني في زي بروز من هنا وبروز من هنا في النص في نقطه كده بيسموها النود هي نقطه التلاقي بتبقى النود دي الدنس بتاعتها بزيرو او الحركه عليها بزيرو يعني لو افترضنا ان ده اكس مثلا وده اكس فبالتالي النقطه دي بتبقى هي نقطه الاوريجن او نقطه الزيرو فالنود دي موجوده عشان هي تعتبر نقطه الزيرو بالنسبه للالكترون ودي موجوده فعلا ما بين التو بيرز او البروزين اللي موجودين في البي سب ليفل طبعا هتلاقي بعد كده بقى بعض الاسئله برضو ممكن تجاوبها عادي وكده كده الناس لك في موديل انسر كامله هنا بقى بيقول لك وات از ذا ال sub level in principle energy level n equal to طبعا لو ال level التاني او الشارع التاني عنده كام sub level عنده اس وعنده في فهم اتنين sub levels طب الاوربيتالز في ال principle energy level n3 طبعا عدد الاوربيتالز بيجاب بيتجاب عن طريق قانون n square فلما طبق 3 square هيطلع بناين 9 orbitals ودول طبعا كانوا اتنين sub level فانت لازم تشوف هو بيقصد ايه بالظبط وبتحسب على هذا الاساس بعد كده هنا بيقول له حياتك بقى uh, question 7 write the electronic configuration for each of the following and define the four quantum number for the last electron of each of them طبعا انت هتفتح لهم كلهم معادة سبعة وتسعة ما عدا 7 و8 و9 مالكش دعوه بيهم انما تعرف تحل الباقيين عادي جدا وانا علمتك في لهم ازاي في الكتاب بعدين question 8 what's the number of unpaired electrons in each atom of the following عدد ال unpaired electrons هتعرف تجيبهم فيهم كلهم ما عدا 5 وما عدا 6 دول هحلهم معاك المره الجايه حته الايونز دي انت لسه ما خدتهاش لما تعرف تحسب الامبريد الكترونز زي ما حسبناها قبل كده مثلا لو النيتروجين 1s2 2s2 وبعدين 2p3 واضح ان النيتروجين البي بتاعتها فيها 3 فادي 1 2 3 يبقى دول 3 سنجل لما دول بيرد مع بعض ودول بيرد مع بعض يبقى انت عندك 3 سنجل لو في النيتروجين والباقيين كلهم تعملوا نفس الطريقه هنا بقى بيقولوا حضرتك رايت ذا الكترونيك كونفيجريشن the following الكترونيك كونفيجريشن represent ان اكسايتد اتوم قلت لكم موضوع الاكسايتد اتوم ده لسه هتكلم فيه ان شاء الله الحصه اللي جايه بعدين بقى من احلى الاسئله بيقول لك سؤال رقم 10 بيقول لك ان اليمنت اكس حد عارفه اتس الكترونيك كونفيجريشن موجوده بالمنظر ده وات از ذا atomic نمبر اوف اليمنت اكس طبعا الاتوميك نمبر احنا هنعد هنعد الالكترونز ادي 2 و2 4 و6 10 2 12 6 18 و2 يبقى 20 و10 30 36 1 يبقى 37 يبقى هي الاتومك نمبر ان شاء الله تبقى في 37 نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده بيقول لك وات داز ذا لاتر اند ذا نمبر بريزنت ان ذا الكترونيك كونفيجريشن ريفير تو بص لو مثلا انا كاتب 1S2، فال 1 اس 2 فال1 دي معناها الانرجي ليفل اللي قاعد في السب ليفل ده الانرجي ليفل طيب بالنسبة للاس فده السب ليفل بالنسبة للتو دي بقى ده عدد الالكترونز اللي جوه السب ليفل فكل حاجة انت عارف هي بتحدد ايه الرقم ده ايه والحرف ده ايه وبالنسبة لك الحرف ده كمان او الرقم ده بيمثل ايه وبكده نكون شفنا الاسئله كلها بتاعتنا بالمنظر ده وبكده يعتبر ان 1 كله خلص ما عدا بس بكام سؤال انا علمت عليهم دول دول هنزلهم لكم لوحدكم ان شاء الله في فيديو جديد عشان تفهم القصه ماشيه ازاي تعالى بس كده في حاجه عايز اكلمك عليها عايز تفهمها كويس جدا 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 وركز فيها لان هي حاجه مهمه بص ركز معايا انت لما بتيجي توزع الالكترونز على الانرجي ليفلز اللي بيحصل اسمعني فانا هقوله ده كويس جدا جدا لو سمحت دلوقتي انت المفروض بتقول ان انرجي ليفل الثاني فيه 2 وبتقول ان الانرج ليفل الثاني بيشيل 8 والانرج ليفل الثالث بيشيل المفروض 18 والانرج ليفل الرابع بيشيل لحد 32 صح طيب بص بقى وركز كده معايا في اللي لو افترضنا ان احنا عندنا اليمنت مثلا مثلا اسمها اكس مثلا ب 20 مثلا فانت بتقول هنا في 2 بعدين 8 ايه يبقوا كده 10 وبعدين تيجي هنا تملى 8 بس وبعدين تروح هنا تحط 2 لو لسه بقى معاك الكلكترونز ثاني بترجع تكمل في الانرجي ليفل الثالث لا مش فاهم تعال اقول لك تعال مثلا لو انا جبت لك اتوم هي مثلا سي اسمها واي ب سي 23 خلاص فأول اول انرجي بحط فيه 2 والتاني احط فيه 8 عادي الثالث بقى احط 8 يبقى كده 18 والرابع احط فيه 2 بس في مشكله يبقى كده 20 لسه بقى معايا 3 من 23 ارجع ازودهم في الليفل الثالث فيبقى ده بدل ما في 8 لا يبقى في 11 ويبقى دي التوزيعة بتاعة واي 23 يبقى تاني كده بنعمل ايه؟ احنا بنحط 2 8 وبعدين 8 وبعدين 2 وفي اللحظة دي بقى نرجع نملى ده لحد ممكن ما يوصل حتى لحد 18 وبعدين نرجع نملى ده مرة تانية لحد ما يوصل لحد 32 يبقى انت كالعادة بتحط 2 8 دول 60 وبعدين هنا 8 وبعدين تروح تحط هنا 2 ولو في الكترونز ثاني ترجع هنا لحد تحط من ده 18 ولو في الكترونز كمان ترجع لحد من ده 32 طيب تعالى كده ناخد واحد ثاني تعالى مثلا ناخد مثلا سي اليمنت اسمه زد مثلا مثلا ب 32 احسب معايا كده ادي 2 8 8 2 دول 20 صح ومعايا لسه 12 من ال 32 في 10 احطهم في الليفل الثالث لحد ما يوصل ل 18 وبعدين يتبقى لي 2 الكترونز احطهم بقى في الليفل الرابع فيبقى في الاخر هو الليفل الرابع فيه أربعة الكترونز طب مستر هو انتوا بتعملوا كده ليه بقى ركز قوي في اللي هقوله اصل احنا لما بنملى السب ليفلز بنملى السب ليفل على طول ادي 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 وهنا بيحصل التركيه بقى بنروح مالين ال4s ب2 وبعدين نروح نحط في 3d ب10 لا مش فاهم افهمك بس ركز قوي في اللي هقول ال1s2 ده الليفل الاول 2s2 و2p6 ده الليفل التاني يعني ده كده الليفل الاول وده الليفل ايه التاني بالنسبه بقى الليفل التالت انت بتعمل الاول 3 s 2 و3p6 فدول كده على بعضهم بيبقوا ب8 صح وده في الليفل التالت ما تنساش بقى ان عندك ال3d كمان ده كمان في الليفل التالت وطالما ده كمان في الليفل التالت يا من يعني حقه يتملي بس احنا ما بنملاهوش غير لما نملى الاول الفور اس فيها كام فيها اتنين وطبعا الفور اس دي في الليفل الرابع انها بالنسبة لل 3S وال 3P وال 3D كل دول في الليفل الكام يا جماعه؟ في الليفل الثالث فبالتالي لما باجي اوزع بقى بص اهو الانرجي ليفلز اهي بحط 2 اللي هم دول وبعدين هنا بحط 8 اللي هم دول اللي هم في ال 2S وال 2P وبعدين احط 8 كمان اللي هم في ال 3S وال 3P اللي هم الاثنين دول والسته دول وبعدين اروح احط 2 في ال 4S اجي على ال 4S اللي هو الليفل الرابع واحط فيه 2 وبعدين ارجع بقى على 3D املاهم ب 10 فده يتحول يبقى في الاخر الى 18 الكترون لما احط فيه ال 10 اللي في النهايه دول وده بيحصل لما بتوزع على طريقه الانرجي ليفلز يبقى زي ما قلت لك بقى 2 8 8 2 وبعدين ترجع 18 وبعدين ترد تاني تعملها ب 32 ودي كانت تعتبر كده توزيعة الانرجي ليفلز اللي عايزك تاخد بالك منها عشان بيجي ساعات اسئلة عليها في الامتحانات وهي حاجة تيكي كده ما بين السطور عايزك تاخد بالك منها وزي ما قلت لك هنعمل شافتنج في الإلكرون ده نتيجة ان الفور اس بتاع الليفل الرابع بيتملي قبل 3 دي بتاعت الليفل الثالث فبنحضر وحط اثنين في الرابع وبعدين نرجع نكمل الثالث عادي جدا وبكده نكون خلصنا كل اللي احنا عايزين نقوله واتمنى الموضوع يكون كان سهل وبسيط عليك ان شاء الله باذن الله انزل لكم الفيديو اللي جاي هيبقى فيه الاسئله اللي هي ما اتحلتش المره دي ان شاء الله تبقى سهله وبسيطه واشوفكم على خير الحصه اللي جايه الى اللقاء وبكده الحمد لله رب العالمين نكون خلصنا اخر فيديو للحل تشابتر 1 ان شاء الله باذن الله هنزل لك بس بعد كده فيديو صغير فيه الاسئله اللي انا ما حلتهاش عشان الموضوع بتاع الاينز والاكسايتد ستيت وازاي نعرفها وازاي نفقد وازاي نعمل جين والقصص دي كلها هعلمها لك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وهعلمها لكم ان شاء الله في السنتر الحصه اللي جايه اهم حاجة انا عايزك تقفل الواجب بتاعك تمام من اول حصة لاخر حصة عشان ان شاء الله باذن الله تعرف تستعد كويس لامتحان الشهر اللي هيكون باذن الله زي ما قلت لكم في خلال اسبوعين في جميع السناتر باذن الله. وان شاء الله عشان تعرف تستعد لامتحان كويس جدا جدا وتجيب احسن درجة هعمل لك ان شاء الله مراجعة على chapter 1 بالكامل اشرح لك فيها كل تفاصيل تشابتر 1 باذن الله تعالى. المراجعة دي هتكون شاملة شرح تفصيلي للشاتر كأنك ما خدتوش قبل كده عشان لو انت جيت لنا متأخر او لو انت كنت بتحضر معانا مثلا من الحصة التانية او التالتة لو قعدت حصة في النص عندك ظرف عندك حاجة تقدر ان انت تلم شابتر 1 بالكامل وتخش الامتحان زيك زي زمايلك عادي جدا طيب المراجعة دي هتنزل فين للأسف هي هتبقى اونلاين مش هتبقى في السنتر فالمراجعة دي هتكون على الويب سايت الخاص بينا www.mrtarasan.com وهتلاقي الويب سايت اللينك بتاعه موجود على ظهر الملزمة تقدر تخش تعمل ساين اب، ان شاء الله المراجعه هتنزل على اخر الاسبوع يوم الخميس او الجمعه، وتقدر تشتريها عادي جدا وتتفرج عليها اكتر من مره براحتك لحد ما باذن الله تعالى توصل للامتحان، وانس انت دخلت الامتحان او جه معاد الامتحان، الحصه بتتقفل وبتتشال من على المنصه، وساعدتك بترجع طالب عادي جدا بتكمل معانا في السنتر عادي جدا، ولكن حصه المراجعه دي حصه اختياريه لو انت محتاجها عشان تلم الشابتر، سواء كنت معانا او مع غيرنا من المدرسين التانيين. فحابب تاخد المراجعه دي بتخش على اللينك الويب سايت عادي جدا تعمل ساين اب وتاخد المراجعه والاكواد بتاخدها اونلاين من المساعدين مفيش اكواد في السناتر الاكواد بتاخدها عن طريق فودافون كاش او اي طريقه للدفع ثانيه بس الطرق كلها اونلاين عشان تسهيلا يعني على الطلبه لما تنزل وتطلع وتاخد تعمل وقت في الكلام ده كله وان شاء الله باذن الله تستعدوا للامتحان كويس ويعدي الامتحان على خير اهم حاجه ذاكروا كويس ان شاء الله اشوفكم على خير فيديو جديد الى اللقاء